السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي شحنة جايبينها من سوق.com. نفتح الشحنة ونشوف فيها ايه كده، خلينا نشوف مع بعض. بسم الله. ايوه شايفين، دي اول حاجة من الشحنة دي. ده جهاز بيشتغل واي فاي يعني، وتحكم كنترول، ده اسمه ريموت كنترول على البعد. بيتحكم، تقدر تتحكم فيه في كذا جهاز، اجهزه كتير جدا جدا، انه بتشتغل بريموت كنترول. بتعرف فيها الريموت كنترول على الجهاز، وبتتحكم بقى من التطبيق الابليكيشن بتاع الجهاز نفسه. وممكن تتحكم فيه في اجهزتك وانت من على بعد، يعني لو انت بره البيت مسافر في اي مكان، تشغل التكييف تطفيه وانت جاي من الشغل مثلا، ممكن تشغل التكييف قبل ما تيجي البيت. يعني شوف، حتى رسمين هنا هو التطبيق، انت التطبيق على التليفون، من على التليفون نفسه، والجهاز اهو في البيت مربوط بقى سيت توب بوكس ريسيفر او اي جهاز يعني. وادي التي في، وادي الاي سي، وادي التكييف، وادي التلفزيون، وادي الاوديو لو في جهاز نظام صوتيات بيشتغل بالريموت، او اي انفريد يعني شغل بيها برضه. وادي الريسيفر تقدر تشغل بينها. جهاز صراحة يعني فوائده كبيرة وعظيمة، وتقدر تتحكم فيها ويساعدك في حاجات كتير. خلينا نفتح كده الانبوكسنج للجهاز، الصندوق بتاعه. يا سلام يا سلام على الدلع يا ولاد. ايوه طبعا، جاي مع الكابل بتاعه يو اس بي وشاحن، توصل في اي شاحن عادي بقى، يو اس بي يشحن ويفضل شغال على طول، تفضل ايه احطه شغال على طول يعني. ماشي. ومعاه الكتالوج برضك بتاعه ار ام ميني 3، بيشرح طبعا في طريقة الربط بتاعته وكده. وده الجهاز نفسه الظريف، جهاز صغير يعني سبحان الله، بس امكانياته ما شاء الله عالية قوي. وهنا في مخرج الباور بتاعه، مخرج الباور بتوصل فيه الكابل الاول وتعمل ست هنا وتشغل. وادي الباركود بتاعه، برودو لينك، ماركة برودو لينك دي. ده الجهاز اللي هو ريموت كنترول، تحكم عن بعد بالاجهزه، وتشغله من خلال التليفون بتاعك، وفي اي مكان انت في العالم او في شغلك في اي حته تقدر تشغله منها. خلينا نشوف الحاجه التانيه، الشحنه دي ورفيبو. دي عبارة عن بلاج، عبارة عن بلاج فيشة يعني. ودي فيشة، خلينا نفتح قافلينها هنا. طيب دي فيشة بتشتغل برضك نفس الفكرة، بتشتغل واي فاي، ممكن تقدر تربطها بأي تطبيق وتتحكم فيها. مثلا تكون موصل أي جهاز على بالكهرباء على الفيشة دي، وتدي لها أمر إيه، تفتح الباور أون أو أوف، يعني تشغل كهرباء للجهاز أو لأ. وفي الحالة دي تقدر تشغل برضك الجهاز وتطفيه من على بعد، وممكن تشغلها وتطفيها بالأمر من خلال جهاز جوجل هوم.
او الاكسل هي الامازون او لا ده ما اعتبرش كتالوج يعني. هذه الفيشة، فيشة ثلاثية، في طبعا كذا نوع منها بس طبعا فضلت الفيشة الثلاثية. برضك نفس الماركة الفيبو يعني، وفي هنا سويتش طبعا تقدر تعمل ريستارت ستارت منها، وهنا الماكسيمم بتاع تحملها للامبير 13 امبير، التيار بتاعها 13 امبير. بتحط هنا فيها الفيشة وتربطها بالابليكيشن وتدي لها امر من على التطبيق ابليكيشن او من خلال الجوجل كروم بالصوت يعني، تقول له هاي جوجل تيرن اون ذا باور بلج مثلا، تكون مسميها اي اسم واشتغل، شغل الحاجة اللي انت عاوز تشغلها. دي الشحنة اللي جبناها، في شحنة تانية جاية لسه ان شاء الله نعمل لكم بيها فيديو. دي الشحنة اللي احنا جبناها النهاردة من سوق دوت كوم. يا رب الفيديو يعجبكم، وان شاء الله في سلسلة فيديوهات ليها تاني هتكون تحت اسم السمارت هوم يعني البيت الذكي، فتابعونا عشان تستفادوا من موضوع انك ازاي تقدر تنشئ يعني في بيتك، تخلي بيتك ذكي ونربط اجهزته كلها بالتحكم عن بعد وكده. هنشوفها بحاجات بسيطة واسعار بسيطة مش هتكلفك كتير يعني، زي ما تيجي شركات تعمل انظمة بتكلف الافات مؤلفة يعني. بس كده، ونتمنى الفيديو يكون عجبك يا رب، وتنسوش طبعا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.